بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بإخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى عندنا خيار وصل 70 يوم، بنجمع منه ما شاء الله حاجة كويسة، يعني تفرح إلى حد ما، نحمد الله على كل حال. النهاردة إيه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا في الوقت ده؟ هو النهاردة تقريبا كام؟ النهاردة تقريبا 27 أو 28/11، يعني دخلنا في البرد، وكلها أيام وندخل في عز البرد، مما يستدعي معه تقفيل البيوت بتاعتنا كويسة، مما يستدعي معه زيادة الرطوبة، مما سيؤدي إلى التهوية، ولكن بحذر حتى لا نقع في المحظور. تمام؟ في شوية بس حاجات ممكن نتكلم عليها في الوقت ده، هو اللي هو ناخد بالنا من ايه الوقت ده. هو احنا طبعا بنقفل البيوت، فتقفيل البيوت يكون بحذر، وتفتيح البيوت للفلاحين. انا ما بخاطبش المهندسين، انا بخاطب الراجل الفلاح الطيب اللي على قدي. فقفل البيت بتاعك كويس بالليل، وقبل غروب الشمس مش أقل من ساعتين في اليوم الصحو الكويس. أما اليوم الملبد بالغيوم ممكن نفتح طالما فيه غيوم وما فيش أي مشكل في هبوب رياح أو برد، لأن في الغيوم أصلا بتحصل والجو بيبقى كويس، ما فيش مشكلة إن احنا نفتح البيوت بتاعتنا في الوقت ده. هو على أساس برضو إن أنا بفتح البيوت بتاعتي الصبح، مش هقول لك الساعة 9 ولا بعد طلوع الشمس ب3 ساعات ولا 4 ساعات، الكلام ده كلام مش عملي يعني، ولكن هقول لحضرتك تفتح إذا عندما تزول موجة البرد الصباحية. احنا عندنا موجة برد صباحية ممكن تستمر ساعة، ممكن ساعتين في الشتاء، ممكن 3 ساعات، ممكن اليوم كله. إذا استمرت اليوم كله فبننصح إنك ما تفتحش خالص، وإذا ربنا كرمنا كده واستمرت الساعة من 7 ل 8، من 8 ل 9، من 7 من 6 لحد 10، أنت وحظك ممكن تفتح 3 4 ساعات بتوع الظهرية على حسب البرودة، أنت أدرى، أهل مكة أدرى بشعبها. تمام؟ ولكن الفتحان يكون بحذر عشان ما يحصلش ستريس بس للبيوت بتاعتي، يكون بحذر. في الناحية الجنوبية طبعا هبوب الرياح عندنا في مصر بيجي من الناحية الشمالية، فمن الناحية الجنوبية تفتح الأول وبعد كده بتحاول تفتح الناحية الشمالية اللي هي بحري، يعني تفتح قبلي الأول وبعد كده بحري، وممكن قبل كده كمان تفتح الفتحات الجانبية. ده اللي هو المتعارف عليه. التهوية الجيدة عشان الرطوبة ما تزيدش. أنا النهاردة أبدأ عشان زيادة الرطوبة، ببدأ من حول عملية الري والصرف. لو عندي صرف كويس وعندي الري بتاعي متحكم فيه كله، يعني أندر كنترول، يبقى ما فيش مشكلة من الرطوبة. يعني أنا عندي عوامل عشان أقلل الرطوبة بتاعتي. أولا بزرع المالش بتاعي عشان ما يحصلش تبخير كتير من التربة، كفاية البخر بتاع النبات اللي بيبقى مليل البيت الصبح مية، فعشان ما يحصلش برضه بخر من التربة بحط المالش بتاعي. الري عندي يكون بحذر، الصرف برضه عندي يكون جيد عشان ما فيش أي مية تنضح أو تقف في الخطوط بتاعتي. ده كل ده عشان أقلل الرطوبة بتاعتي. التهوية الجيدة كلما أمكن ذلك، بحيث إن أنا ما يحصلش عندي تراكم أو تكثيف لقطرات المية على البلاستيك من جوه، وبالتالي بينزل على الورق بتاع النبات زي ما انت شايف كده، وبالتالي بيعمل لي مشاكل جدا في الامراض الفطرية، سواء البياض الزغبي او الاعفان ان كان بتاعة الثمار او الاعفان بتاعة الاوراق. تمام؟ فدي ناخد بالنا منها كويس جدا 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 في العمر ده. هو انا شايف بسم الله ما شاء الله الدنيا كويسة، يعني مش وحشة، ولكن انا بتكلم على التوازن في التسميد. ناخد بالنا في الوقت ده هو من عنصرين ضروريين جدا او 3 عناصر، اللي هي الكالسيوم والنيتروجين والبوتاسيوم. البوتاسيوم طبعا انا بجمع، فبالتالي الخيار من المحاصيل المستنزفة جدا للتربة، لان انت هو سريع وغزير في الانتاج بتاعه، وبالتالي كل طن خيار بيطلع من عندك بيعمل ازاحة لعناصر غذائية معاه وهو طالع، فبالتالي لازم اخد بالي جدا 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 من عملية التسميد وبوفرة كمان. وزي ما قلت قبل كده لازم يكون كعبي عالي على النبات، بحيث ما يحصلش عندي اي نقص عنصر في العمر ده هو انا صعب جدا ان انا اعوضه، او حتى لو عوضته هياخد معايا فترة كبيرة على ما يرجع النبات
للظروف الطبيعية بتاعته تاني، تمام؟ فالكالسيوم عشان ما يحصلش عندي كالسيوم، وتبدأ الكالسيوم طبعا معروف الثمرة بتبقى إبرية من تحت ومن فوق مبعجرة كده، والبوتاسيوم بيبقى عكسها بيبقى كمثري، والنيتروجين معروف ان هو بيبقى لون الثمار شاحب، والنبات بتاعه اظن ما اعتقد ما حدش ما يعرفش في الدنيا بحالها نقص النيتروجين بيبقى شكله ايه. ناخد بالنا برضو يا جماعة في الوقت ده هو من حاجتين على طول، هما العناكب والمن، دول من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل كحشر يعني. فياريت نخلط أي مادة زي الفيرتينت مثلا مع الاستمبرايد اللي هو نخلط الاتنين مع بعض، ونرش حتى ولو كل 10 أيام أو كل أسبوع بندي رشة منه حشري علشان الثقب المصة، لأن الثقب المصة لو ابتدت تشتغل من هنا بتلاقي ابتدى الثمار عندي تدي شكل المنحنى كده لو اتكلت من حتة، وبالتالي بتحصل مشكلة في التسويق بتاعتي، وبتعتبر الثمار عديمة الفائدة، وحتى لو اتباعت بتبقى بسعر زهيد. فناخد بالنا من القصة ده هي كويس، ناخد بالنا من البياض الزغبي اللي هو يعني كارثة الكوارث في البيوت المحمية، وخصوصا في فصل الشتاء اللي هو يعني احنا نعتبر فينا احنا نعتبر شتاء، ما بنعدش ب 21 12 21 3، احنا بنعتبر اول 12 الشتاء دخل علينا وخلاص. فده مشكل، لان انا بضطر اقفل البيوت غير الصيف طبعا، انا ممكن اسيب البيوت بتاعتي مفتوحة وبعتمد على الابواب الشبكية، او ممكن حتى ازرع تحت شبكات كاملة، او ممكن ازرع في بيوت مكيفة زي ما يكون. ولكن الشتاء في حظر شديد جدا 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 من الامراض الفطريه اللي هي كانت تصيب الورق وتصيب الثمار، واول الوقايه بتاعتك منها هي الرطوبه والتهويه الجيده. ده كان مختصر بسيط بس على المفروض ناخد بالنا منه في الوقت ده هو. في حاجه تانية يا جماعه برضو، حمليه التربيه، ان انا احاول اربي على الشوتب، لان في الاصناف الجديده كلها اعتقد ان انا اسيب الافرع الجانبيه واسيب 6 عقل تحت والكلام ده كله اعتقد ان هو مش زي جدوى يعني. والصوره قدام حضرتك اوريها لك برضو للناس اللي هي عماله بتتكلم في ان انا اول 6 عقل اشيل، بعد كده اسيب عقلتين على الفرع الجانبي، بعد كده بعد متر ونص اسيب 3 عقل على الفرع الجانبي واقص. لا يا جماعه الامر مختلف، والهايبرد سنجل كروس نيو هايبرد سنجل كروس اللي هو الحاجات الجديده ده هي او الهجن الجديد ده هو في غزاره في الانتاج، فكفايه قوي ان انا هربي على المينستيم او الساق الرئيسيه او الشوتب بسميها زي ما تسميها. المهم هوري حضرتك بس التربيه هنا عامله ازاي والمشاكل اللي ممكن تحصل. طيب حضرتك طبعا شايف الكميه الثمار اللي على النبات ازاي، ده على الساق الرئيسيه، احنا مربي على الساق الرئيسيه، شايف كميه الثمار اللي على النبات ازاي. طبعا الخيار ده هو اسمه انجي، انتاج شركه او الوكيل بتاعه شركه الياسين، شركه محترمه جدا، وبنصح بزراعته بصراحه ربنا يعني في العروات الخريفيه، مع ان زراعته صيفي والله كان جاد برده وكان كويس جدا، وما زال شغال معايا كويس اهو. ده مزروع من شهرين ما شاء الله، شايف العقل عليها قد ايه. فالناس بس اللي بتقول نربي على ان انا اسيب افرع جانبيه، مفيش حاجه اسمها افرع جانبيه، لان انت عندك بس الغزاره هي في الانتاج، شايف قد ايه والكميات قد ايه يعني، في شايف كميات قد ايه. ده فرع جانبي، ده فرع جانبي، ده يتشال، مفيش حاجه اسمها يستنى، ماشي، كفايه عليا اللي هنا ده، ماشي، 4 و5 و6 حاجة كويسة خالص يعني، وفي 10 وفي 12 يعني في حاجات يعني. شايف ده هين، عد كده شوف قد ايه على السلمية الواحدة، شايف قد ايه غير الصغير يعني، لو عديتهم يطلعوا 20 بالصغير بتاعهم اللي هو دهوت، بقرب لك بالكاميرا اهو. فدي يا جماعة بصراحة يعني حاجة بس حبيت يعني انبه عليها، شايف النبات عامل ازاي، والكمية الازهار اللي على كمية ده ما ينفعش بقى اسيب افرع جانبية يا جماعة، والله ما ينفع يعني، شايف الكمية قد ايه. فبالله عليكم يعني
نحكم العقل والمنطق، وبعد كده نتكلم في عملية أنا التربية مش مقتنع إن هي إلا على الساقة الرئيسية، هشيل كل الأفرع الجانبية وأربي على الساقة الرئيسية. اللي إذا كان عندك بقى صنف وحش سنجل مثلا ومرغوم عليه، فده بقى حالة خاصة، ممكن تسيب أفرع جانبية. ولكن في الأصناف المالتي فروت، شايف الكميات قد إيه؟ شايف النبات. والله أنا ما بختار ولا حاجة، أنا داخل في البيت أهوت، وهتشوف الدنيا عندك عاملة إزاي. شايف الكميات النبات، شايف ده مجموع أول إمبارح، هو إمبارح بس الثمرة بتاعته برضه يعني مرضية ما شاء الله. لو تطلبوا من شركة الياسين الصنف ده كويس مش وحش، وكل أصناف الخيار طالما أكرمته هيكرمك، لأن الخيار من المحاصيل الكويسة جدا، وإن هو بأثر فيه قوي العمليات الفنية، بتأثر فيه الخيار. في واحد باشمهندس بيسأل بيقول لي الخيار بيستجيب جدا للتسميد، وأنا بجمع بلاحظ إن أنا مع زيادة التسميد أو الكثرة في التسميد أو الإسراف في الأسمدة ابتدى يجيب معايا نتيجة كويسة، فهل يأثر على عمر النبات؟ هو مش هيأثر على عمر النبات، بالعكس ده هيأثر على عمر النبات بالإيجاب. النبات طالما بيدي لك، أنا مطلوب مني في الآخر إنتاجية، ماشي، طالما النبات هيدي لك الكمية دهيت في عائد كويس، مفيش أي مشكلة خالص. المشكل إنك أنت تكون بتسرف في الأسمدة والعائد بتاعك مش كويس، هي دي المشكلة. ولكن ما شاء الله يعني أنا أيوة الكميات دي الرهيبة دي لازم لها تسميدة كويسة يا باشمهندس، لازم لها تسميد كويس، لازم لها تسميد كويس، ده شيء طبيعي يعني، وهيزود لي في عمر النبات على فكرة. بس حذاري حذاري إن التسميد بتاعك يكون يعني ما يجيبش همه، او الانتاج اللي طالع ما يكونش مغطي كميات الاسمده، لان الاسمده اسعارها يعني رهيبه اليومين دول. ف اللي اقصد اقوله يعني هو هيزود لك في النبات عمر النبات تمام، ولكن برضو ما يكونش ما نحاولش نسرف بحيث ان هو ما يؤديش لمشاكل لا يحمد عقباها يعني. تمام، ده كان النصايح بس للاخوه المزارعين في الوقت اللي احنا في دهون او في الثمار اللي احنا فيها دهيا. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.